النصر والهلال أو الهلال والنصر، هذا الديربي الكبير، الديربي الرائع والأكثر من رائع، مباراة مهمة جدا يوم الاثنين القادم، ليست داخل الملعب فقط وإنما من خارج الملعب أيضا. وافهم يا فهيم، ليست مباراة كرة قدم ولاعبين فقط، بل مباراة مدربين، مباراة إداريين، مباراة جمهور، مباراة إعلاميين، ومباراة تصريحات، مثل ما تعودنا في كل موسم عندما يلتقي كبيران المملكة العربية السعودية، نادي الهلال ونادي النصر. النصر متصدر الدوري السعودي، أما بالنسبة لنادي الهلال فهو في المركز الثالث حاليا. الفريقين لعبوا 9 مباريات إلى الآن، النصر عنده 22 نقطة، أما نادي الهلال عنده 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادي النصر. اكتب لي توقعاتك عزيزي المشاهد في التعليقات في أسفل الفيديو، مين تتوقع أنه يفوز في مرسول بارك؟ راح تكون المباراة نادي النصر، اللي أخبار رونالدو طاغية الآن على معظم الصحف والمجلات والسوشيال ميديا بشكل عام، أم نادي الهلال اللي يبغي يروح للصدارة عن طريق البوابة النصراوية؟ أيهما تتوقع الأقرب للفوز في هذه المباراة؟ الأكيد أنه راح تكون مباراة رائعة، مباراة جبارة، متعة كروية من العيار الثقيل جدا، فحاول أنك ما تنساها يوم الاثنين القادم، ولا تنسى لي من اللايك والفولو.